راني عند الحانوت خويا راك جاي. هذا قريب يا صاحبي قاعد فيك. سيبون جاي. هولا جو. نجحت الخطة. يبدو أن الضحية لم يتفطن للكمين، والعصابة تتأهب لعملية في غاية الخطورة. غادي نجيب لاميروج. زير ما تخليش يجيب وجهي كاع، زير. الضربة تاع كي ضربوا داخل في الحانوت شحال كانت ساعة؟ ساعة قبل مع كان مور المغرب، جيس مور المغرب. كانت ظلمة شوية. هنا المحققين ظهر لهم يعني خيط من الخيوط اللي تقدر يكون هو يعني حل تاع هذه الجريمة. هذا الشخص اللي جا للضحية يقدر يكون هو يعني كومبليس في هذه القضية، وجا باش يستدرج الضحية وباش يحلوا الحانوت في الوقت اللي ما يكونش فيه حركة، وهو يعني الوقت يعني الملائم لعملية السرقة. المشتبه فيه لم يضع في الحسبان الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، خاصة وأنها كانت قبيل العملية بساعات قليلة.